ازيكم يا مرجعنا يا شباب، كل خير. رجعت لكم فيديو جديد مع حلقه جديده من سلسله نمط المهنة حارس مرمى في 22. ورجعنا لكم عشان السلسله السريه دي. قبل ما نبتدي الشاشه حطوا لايك، اشتركوا في الشاشه وعايزين نوصل فيديو لاكثر من 100 لايك. يلا يا شباب نقدر، عايزين نوصل فيديو ل 100 لايك، عايزين نرجع تاني في الدعم باذن الله على السلسله دي وعلى كل السلاسل. اتمنى تنشر الفيديو في كل مكان. ويلا يا رجاله على طول خلينا نشوف جدولنا النهارده. النهارده باذن الله هي طالبه معايا بصراحه ان انا العب مع المنتخب، وشكلي ممكن العب مباراه اليونان، ممكن لسه مش عارف، ممكن نلعب مباراه اليونان مع المنتخب. كده عندنا مباراه نيوكاسل وليدز يونايتد وبورموز، دي هنشوفهم لو في التوب 10، او في التوب 10 هنلعب واحده فيهم، او هنلعب هنلعب واحده فيهم. لو مش في التوب 10 نعمل لهم سكيب هم الثلاثه. هنلعب مباراه اليوفي اكيد، ده اكيد في الدوري، في الدوري الابطال. مباراه ارسنال برده هنلعبها، فيعني عندنا ارسنال واليوفي، فكان ماتش كويسين يعني الحمد لله. اوكي اليونان في المركز الاخير في اسمه ايه التصفيات، عارف نلعبها ولا نعملها؟ هنزل بديل، لو هنزل بديل لا مش هيشاركني اساسا، فمالهاش لازمه كده كده هو مش هيشاركني، مالهاش لازمه ان انا العب ليه. لا بقى كده اوكي بيفوز 2-0، ستيرلينج جاب هدفين حلو جدا. اوكي يا شباب مباراه امام نيوكاسل، لا نيوكاسل في المركز السادس والله، واحنا في المركز الخامس، يعني اللي هيفوز هو اللي بقى في المركز الخامس، فلا لازم نلعبها المباراه دي. انا قلت هنعملها سكيب لان نلعبها. رونالدو مهاجمنا مثل ماونت، وربنا يستر من الدفاع بتاعنا ده الضايع جريرو، الحمد لله باك شمال، باك شمال شيمين مين باك شمال. ويلا بينا نخش على طول ارضيه الملعب. اوكي يلا يا رجاله باذن الله. مباراه نيوكاسل يونايتد امام ابو نبيل والمان يونايتد، يلا يا شباب باذن الله نحاول نفوز. والفريق ده واضح ان هو شكله مش سهل، نيوكاسل يونايتد، لانه في المركز السادس بعيد عننا بثلاث نقط تقريبا او نقطتين، فلازم نركز لاننا لو خسرنا اللقاء ده هيبقى هم المركز الخامس بدلنا. يلا يا شباب يلا ضربه البدايه على طول، هي دون حلوه 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 جميل. مكتومني يلا هي بعيده قوي يا ويليامز. نلعب يا ابني يلا نبيل، يلا نبيل حلوه جدا يلا دون نلعب لكريستيانو او ماشي يلا روح يا راشفورد، خش يا راشفورد بيها. بتلعب على طول ليه؟ لا 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 هجمه من نيوكاسل، يلا نيوكاسل شوت يا بس بعيده خالص. حلوه جدا ماونت، جميله يا جدع، كنت بسيط تاني ماشي ما علينا. يلا رش اولى دي جول دي يا الله راحت. يلا دون مكتومني راشفورد يا راشفورد يا عالمي. اوه لا انا دوست بسرعه، معلش انا دوست عملت سكيب، لكن هدف عالمي جدا يا راشفورد. ايه ليستر سيتي كسبانه ليفربول، حلو جدا ليفربول المركز الاول، خلي بالكوا ليستر برضو في المركز الرابع تقريبا. يا ولا يا ماونت يا عالمي، شوف بقى يا جدع شوت على طول انجز. لا بس طالع يا ابو نبيل وماسك يا ابو نبيل، اسطوره حلوه جدا. يلا دون في العرض يا دون في العرض راحت الكوره، راحت فرصه الثاني. انا بعمل ايه انا سرحت انا اسف بس لا ما تعادلوش بس شيل. يلا يا رشف يا سانشو شيل اي حد، يلا هي خش ضيع وقت. يلا دون اجري كريستيانو يا ابني اجري يا ابني ماشي. فريد الحمد لله بنقدر نفوز يا شباب ونحقق الفوز، وحققنا ثلاث نقاط غاليين جدا. كان ممكن كريستيانو يخلص الدنيا بالكره اللي جت في العارضه دي، لكن حلو وابو نبيل برده طالع يعني حقق الثلاث مهمات اللي عليا كويسه جدا. ايوه راشفورد ايوه الكلام ده كان جميل يا راشفورد. ليستر سيتي بتغلب ليفربول 2-1، حلو الكلام جدا حلو جدا. مباراتنا امام اليوفي، هو كده كده انا واليوفي اللي متاهلين، هنشوف بقى مين هيطلع مركز اول من مركز ثاني، لكن احنا عايزين نطلع مركز الاول عشان نلاعب يعني فرقه اقل شويه صعوبه. يلا يا شباب على طول نخش الى ارضيه الملعب. مباراه اليوفي امام مانشستر يونايتد، كريستيانو امام يوفنتوس فريق السابق، حتى بونوتشي كمان بيلعب امام فريقه السابق، كريستيانو وبونوتشي بيلعبوا الاثنين امام فريقهم السابق يوفنتوس على ملعب اليوفي، فربنا يستر يا شباب لان المباراه دي اكيد مش هتبقى سهله جدا. مباراه صداره المجموعه، مين هو صاحب المركز الاول في المجموعه؟ مانشستر يونايتد ام يوفنتوس، كله هيبان باذن الله في هذا اللقاء. يلا بينا يا شباب، هي دون راشفورد يا هتتلعب لي راشفورد تاني. لا بعيده بابا 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 لا دخل الجول يا الله يا نبيل، حرام عليك، سهله دي بتاعتك، سهله يا نبيل قوي دي. يا فوق رجلي يا ولد، جميل ايوه التعادل على طول. يلا يا شباب التعادل على طول، يلا يا رجاله هو ده الكلام.
لا 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 بس بس بس. طب انا معرض للاستبدال ليه؟ طيب انا مالي. حلوه 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 حلوه. يلا فريد كريستيانو العب راشفورد بسرعه. يلا دون شو. طيب انا هيبدلني هيبدلني. يلا هي كريستيانو بتضيع دي يا كريستيانو. مستحيل تضيع يا كريستيانو مستحيل. ده التكريت ده. لا حاططها حلوه جدا بصراحه. حلوه لكن ضاعت. يلا هطلع. طلعني فعلا وهي بينزل مكان الدخية. تمام ماشي حكي بقيه المباراه. وايه خلينا نشوف مين هيطلع الاول. تعادل زي ما هي فبالشكل ده يبقى اليوفي هم في المركز الاول وانتر بتفوز على ليفربول 2-1. ده ليفربول 3 هزايم ورا بعض ومره مننا ومره من ليستر سيتي ومره كمان من اسمه ايه ده الانتر ميلان. من انتر ميلان مره من انتر ميلان. مباراه ليدز يونايتد. ليدز في المركز الكام؟ اتوقع نعملها سكيب سهله يعني. ليفربول في المركز الاول ب 28 نقطه واحنا بقى فارق 4 نقط بس بينهم وبين ليفربول او بين ليستر سيتي. ليستر سيتي هي اللي بقت في المركز الاول حاليا اقوى دفاع موجود حاليا في البريمير ليج. تشيلسي في المركز ال 14 ضايعين. تشيلسي ليدز في المركز الثامن فممكن نلعبها ونبقى نلعب مباراه اسمه ايه ارسنال ودي تبقى اخر مباراتين معانا. فيلا بينا ليدز يونايتد. يلا رجاله يلا رجاله اولد ترافورد. يلا ليدز يونايتد باذن الله الفوز. با 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 اول هجمات اللقاء كده. ليدز بدأ سخنه. حلوة جدا حلوة جدا يا دون. كريستيانو صح اللي جابها. يا الله يا الله. لا هي اللعبة جميلة هي اللعبة جميلة. شوف كريستيانو هو اللي لعبها راشفورد الأول. يا الله يا الله. بص بص الاستلامة بتاعت راشفورد والسلامة على طول حطها لكريستيانو تاني والدون حطها له بالهيد. يا عالمي يا عالمي يا عالمي. ثمن المكان خطير جدا. يلا نبيل. يلا سهلة 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 يا ولد يا نبيل. تبدأ ده تقريبا أول فاول أصده تقريبا يعني في السلسلة خالص. أول فاول أصده وأول فاول يجي علينا أساسا من مكان قريب كده. لا 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 بس شيل 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 أسطورة. يلا ارفع يا نبيل. جميل يا نبيل جميل 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 جدا. راشفورد يلا حط التاني. يا الله راح يا ولد. لا تكمل تكمل تكمل. والله جملة جميلة جدا. شوت اي حد. لا 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 مستحيل. والله جملة جميلة جدا جدا جدا. لا 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 بس شيل 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 بس بس. لا 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 نبيل واقف صمام الامان صمام الامام. لا ابو نبيل بيقف ويتصدى. لا ابو نبيل اطلع شيل بس. سهلة 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 كده ابو نبيل خالص خالص خالص. يلا يلا يا ولد يا ولد على 1 2 3 يا ولد على الباصات الجميلة. يلا روح سانش العب تاني العب تاني. انجز انجز يا عم. انت بعد ايه يا عم؟ مين قرف ده؟ لا 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 بس بس صفر يا حكم. اعلنها الفوز المهم جدا على ليدز يونايتد. يا ولد يا ابو نبيل هو المان اوف ذا ماتش يا ابو نبيل. انا كل مباراه حاليا بقيت اعدي 7.5 واجيب التقييم بتاعي فده اداء عظيم جدا من ابو نبيل حارس المرمى الاسطوري. اذا ابو نبيل هو المان اوف ذا ماتش بتاع الليله. يعني المباراه امام بورموس باذن الله نعمل لها سكيب ويا رب الفوز يا رب. انا واثق فيكو انا واثق فيكو. لازم نفوز لازم نكسب لازم انا قايل لكم لازم نكسب. فبتعادلوا حتى بنخسر بنخسر خساره ملهاش اي 30 لازم. ماشي ارسنال في المركز السادس باذن الله يعني نحاول نفوز ونكسب. اوكي اوكي اوكي. يلا يا رجاله مانشستر يونايتد امام ارسنال. يلا يا رجاله باذن الله ده مركزنا. رحله الصراع على المركز الخامس متخيلين بنعافر عشان المركز الخامس. كل التوب فور بينافسوا وبصراحه مقدمين مستوى خيالي. يلا يا رجاله امام ارسنال. يلا حلوة 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 حلوة. يلا يا دون ماونت شوت. يا الله يلا نبيل ركنيات يا نبيل بيشيل. حلو حلو حلو. يلا هي يلا يا بوجبا واسعى يا بوجبا. يا بوجبا بتعمل ايه يا بوجبا؟ حرام عليك يا جدعان يا جدعان حرام عليكم اقسم يا جدعان انا تعبت معاكم. شوتوا شوتوا والنبي شوت والنبي شوت والنبي شوت. اخيرا اخيرا جول اخيرا جول بعد عذاب. والله لو اي واحد شاط بس جول جول على طول. مش محتاجين كل ده عشان نجيب جول يا جدعان. بص كام باص كام باص في خط ال 18. شوتو شوتو شوتو. لازم تيجي بالكوسه عادي لازم تمشي معانا بالكوسه. لا والله جابها حلوه والله حلوه. ولا لومه ولا لوم اي حد. الوم المتخلفين اللي قدامي. بص لا بص 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 المتخلف مكتومني ده ولا بونوتشي المتخلف بنوتش جري ازاي ومشي ازاي. لا 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 بس شيل. يلا هي هي كريستيانو. يعني انا اللي معرض للاستبدال
يا جدع انا اللي معرض، يعني انا الوحيد اللي شلت لك الكوره اهي، وانا كده المعرض للسدان. يلا بقى، يلا يا مكتومني حطها يا مكتومني جول. اخيرا بيشوط، اخيرا شاط، ما بصاش الحمد لله، ما فتحش. لا الحمد لله، الحمد لله قائم شالها. خش يا بوجبا، خش يا شوت يا بوجبا يا ولد يا اخيرا بيشوط، اخيرا بوجبا كمان شاط يا ولد على الجول الجامد، والله جول جامد. انا طلعت ولا ايه؟ تقريبا طلعت. اوكي تمام تمام، حلو الكلام جدا، حلو الكلام جدا. اوكي خلينا نعمل سكيب بقى اللقاء ده، وخلينا نشوف هنلعب مين في دور ال16 يا شباب. نعمل سكيب يلا على طول. 3-0 جميل، حلو رونالدو سانشو. خلينا نشوف القرعه، خلينا نشوف القرعه. تقريبا القرعه هتتعمل دلوقتي ولا لسه؟ هنلعب سيلتيك يا شباب، هنلعب سيلتيك في دوري الابطال. سيلتيك دي اتاهلت، والله هنلعبهم في دوري الابطال يا شباب. مركز اول، حلو خلصنا اول، جميل. انا مش واخد بالي خلصنا اول، وعندنا هنا اشبيليه والسيتي، اشبيليه الاول حلو جدا، وهنا انتر وليفربول، ليفربول انتر اول، هنا بي اس جي وسيلتيك، برشلونه دوري اوروبي. يا الله يا برشلونه، رغم انها غلبت خمسه كمان. وهنا عندك اتلانتا وتشيلسي، اتلانتا المركز الاول. هنا ريال مدريد طالع بجداره وبروسيا برضو. هنا عندك بايرن اكيد يعني هو ونابولي، وعندك اتلتيكو وسالزبرج بيتاهلوا. يعني لو كانت برشلونه هي اللي كانت اتاهلت كنا نلعب برشلونه، فحلو حلو قرعه كويسه الحمد لله باذن الله، يعني نسبه كبيره بنسبه كبيره ان احنا ممكن نتاهل للدور اللي بعديه. فاوكي يا شباب، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استمتعتوا بيه زر لايك، اشتركوا في القناه، كان معكم محمد نبيل، فانا اشوفكم على خير.